فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل قول ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع هل هي واجبة على الإمام والمأموم؟ نعم واجبة. الإمام يجمع بين قول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد، يجمع بينهم. أما المأموم فإنه يكتفي بربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، بقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. نعم.